شوف التغير الآن في الوضع. خلال زيارتهم لبنان اعترض الوفد المرافق لعلي لاريجاني مستشار من مستشار خرمنائي، هذا كبرى مستشار خرمنائي يعني مثل خرمنائي، المرافق إلى الوفد اعترض على تفتيش الحقائب مالتهم. قال لهم شلون وإحنا جايين لبنان يعني إحنا مو محتلين لبنان، لا حد يدورها حد يفتش الجنط مالتنا. اعترضوا على تفتيش حقائبهم من قبل أمن مطار رفيق الحريري أثناء وصولهم لبيروت، بس الأمن ركب راسه. لكن الأمن أصر على التفتيش أو سوى قفل البوابات ومنع هذول الوفد من الدخول إلى داخل لبنان، هذا مما اضطرهم للرضوخ وفتحوا جنطهم وسمحوا لهم بالتفتيش. هذا الموقف هذا يقول لكم ترى الوضع تغير، الوضع ما راح يكون بعد مثل قبل، ما راح يكون بعد الرضوخ لإيران انتهت. الآن وصلت لهم شغلة، لأنه لبنان هي واقعة تحت النفوذ الفرنسي. قال لهم بعد لا تسمعون لهم، لا فرنسا هي جابت إن الخميني، شلون يبدلون اليوم عليهم؟ خلاص قال لك هي انتهت، ورقة واحترقت. الآن عندهم كم خطوة يخلصونه، مو هذول يخليوا لهم هذول شنو جاني مستشارات هاي مثل هسه مو بلغوا البارحة قلنا لكم بلغوا يعني اتصلوا بهم من الولايات المتحدة، الجماعة اللي وصلوا للرسائل دائما طبعا هم ما يرأسن يخابر له الرئيس الأمريكي أو لا خلون واحد صغير بالمكتب، ألو ترى حطوك على القائمة مال التصفيات وراح ينعلون والديك، انزع العمامة.